سلام حبوباتي، سلام الغاليات نتاعي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد نقدم لكم في تشكيله من الجبات تاع الصيف. كيما راكم تسمعوا الجبات تاع الصيف، باسكو بزاف البنات اللي راحين يدخلوا هكذا في مارس ولا فربيو وحاسين مشي يخيطوا واش يخيطوا. المهم انا قلت نخيل لهم تشكيله وان شاء الله تعجبكم البنات باش تستفادوا منها. نخليكم البنات مع الفيديو، مشاهده ممتعه. عندنا الموديل الاول البنات، هذه روبا جايه في القماش فلوري، جايه في هذا ديري لها التول، دير لها هذا القالو في الصدر ميم، هذه اللي بالي بزاف البنات راهم داخلين في ربيع وحاصلين وشي خيطه، هذا بزاف الشباب البنات سامبل و شبيه ميم هذا، ولو بزاف يدخلو الدونتيل التيل في الجبب ميم الصيف ميم الشتا، ولو يدخلو لهم بالبزاف. هذه ها الدونتيل دير هداك الكالو تاع لي فلور، هذه مدخلينها قماش في النوار ودير هداك لي ستراس في البيض، هذي الفراشة على بالي راك تقولوا واش بها هذه، بسم الله بدينا شتا ورايحه تصنع موديلات تاع الصيف. بصح البنات كاين عرايس بزاف الحيرو لقيتهم في لي جروب، حطوا لنا لي موديل تاع الصيف ربي يعيشكم، حطوا ميم في لي كومونت لتحت في لاشين يعني حطوا اي، قلت نلبي لهم الطلب نتاعهم والله ما نخليها في خاطرها. نتمنى برك الفيديوهات نتاعي تستفادوا منهم. واش رايكم البنات نحل جروب فيسبوك ولا انستغرام ونولي نحط لكم فيه لي فوتو هذو تاع لي موديل اللي راني نحطهم في الفيديوهات؟ قولوا لي البنات لتحتها في التعليقات. هكذا البنات خلاص الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم متنساوش تدعموني بلي لايك ومشاركه الفيديو مع صحاباتكم مع حبيباتكم. خليكم البنات في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.